التحرش جريمه والمتحرش مجرم. ليه دايما لازم ندين البنت على التحرش؟ يعني تبقى مهانه ومدانه. التحرش بيحصل لبنات وستات كتير، في منهم بيتكلم ومنهم لا. لو فاكر ان التحرش مش بيضرك تبقى غلطان. جريمة التحرش هي جريمة ضد المجتمع، مش ضد البنت بس. لو ما وقفناش ضده يبقى احنا بنساعد المجرم. حاضر يا ماما. ايوه صورتلك الورق. ايه حيوان؟ احترم نفسك. محاسبة المتحرش واجب على كل واحد فينا، ما تسكتش، وقف معاها مش ضدها. لو انت ضد التحرش شير الفيديو.